هالزلمة عنده شغف واحد بس، هو القتل. قتل الأتراك وقتل المسلمين. قتل كل واحد بيوقف بوشه، سجين، سجان، شرطي، عسكري، ما بيوفر حدا. خساراتنا كبيرة. الله يرحمهم جميعا. كيف قدر يدخل؟ بظن إنه هدد موظف تقني بيشتغل بالسجن، في تفجير مشتبه فيه بمحولة الكهرباء. أمرته للموظف مفقودة أو يمكن مقتولة. شو هالمجرم عديم الشرف هاد؟ هذا واحد من أخطر الإرهابيين اللي ممكن تعرفوهن. هالشي واضح سيدي، مبين من المجزرة اللي عمله ليطلع زلمته من السجن. إيفان ماركوفيتش، واحد من المقربين لدراغان، أنا حققت معه شخصيا. خبرينا شو بتعرفي عنه؟ شخص خبير باختراق الأنظمة الأمنية، قدر يخترق أنظمة أمنية لأكثر من بلد من قبل، وما كنا منعرف ليش هو هون. وبعدين عرفنا هدفه، بروتوكول الأمن القومي. شو ما كانت خطة دراغان، فإيفان هو اللي حينفذ له إياها. واضح. رح سمعكن هلأ حديث سجلته أجهزة التنصت من كم يوم. معك دراغان. والله زمان يا دراغان. الخط أمين؟ ايه طمعًا. بدي إياك بشغلي. طبعاً جاهز دراغان. تمام. في واحد من رجالي اسمه إيفان رح يوصل لك طرد على اسطنبول بعد كم يوم. في بجواته شي بدي إياه. مطلوب إنه نخترق حاسوب الجيش التركي، وبدنا مساعدتك. هالشغلة صعبة، ما حدا قدر يعملها من قبل، بس لا تقلق، كل شغلة وإلها مفتاحها. ايه ممتاز، بحاكيك لخبرك عن المكان والوقت. اتفقنا. هذا الشخص كان تحت رقابتنا، كنا بدنا نعتقله لما دخل على البلد، بس لما سمعنا باسم إيفان قررنا نكتفي بمراقبته. وسجلنا حديث جديد اليوم كمان، وعرفنا رح يلتقوا بكرة. أتاش، أنت ومنصور بتفحصوا المكان اللي بتحدده. تحت أمرك سيدي. بكرة بدنا ننهي هالشغلة، شو ما كانت خطتهم أو حتى هدفهم، ما رح نسمح لهم أبدا ينالوا اللي ببالهم. عم تفهموا؟ أمرك سيدي. فيكم تطلعوا هلا. أكلت كله. يلا قوم انت ويا لشوف. معكم بس 3 دقايق لحتى تكونوا بساحة التدريب. فتحي، 3 دقايق بالضبط، عم تفهم؟ مفهوم سيدي. يلا شباب. اصلا انا جاهز، وانا رح ساوي مثلك بعد هلا، رح اضل لابس البدلة وريح راسي. طبعا اخي هيك احسن، بس انت ما بتسمع كلامي. والله معك حق. شو لساتكن نايمين؟ يلا فيقوا لشوف. بدكن تنقذوا الرهينة اللي بهاي السيارة، ومعكم بس 30 ثانية. يا ترى كم شخص هني؟ كم شخص بدك ياهن يكونوا يا منصور؟ عفوا أنا بعتذر سيدي. يمكن 10 ويمكن 100 ويمكن شخص واحد. انتو مهمتكن هون انه تكونوا جاهزين بأي لحظة. انتوا جاهزين؟ جاهزين سيدي. يلا بلش الوقت. يلا بسرعة كيشانلي.
العمى شو هالمصيبة؟ أربعة وثلاثين ثانية وشهيد كمان. شو فضل الله قتلوك؟ أسماء خان ومسو بس يشوفوا هالشي اللي قدمتوه حضراتكم شو رح يصير؟ رح ينهاروا تماما. والسبب انه حضراتكم ما عندكم خبرة. انتم مضطرين تخلوهم يعيشوا هالشي هاد؟ يعني انتم برأيكم هذا اللي عملتوه حلو كتير؟ جاهد رفيقك فضل الله استشهد بين ايديك. ليش؟ سيدي نحن اخذنا الرهينة. انتم ما اخذتوا شيء. وهلا اتفقوا بين بعضكم انه كل واحد منكم يحدد هدفه بالضبط. هاي فرصتكم الاخيرة. بلش الوقت. فضل اسمعني، اذا غلطت هالمره رح اقتلك عن جد. لا تاكلها. السائق عندي ويلي جنبه الي، وانا يلي بالنص، ويلي على اليمين الي، ويلي على اليسار الي. جهزوا حالكم. وعشرين ثانية. شو هاد يا شباب؟ أكيد ناطرين إلكن. برافو عليكم. أنتوا هلأ من أميز العساكر اللي موجودين بالقوات الخاصة. أنتوا فريق واحد، روح واحد منكم بتعني روحكم كلياتكم. يعني بالنهاية ما حدا رح يعطيكم فرصة تانية بعد ما تموتوا. عم تفهموا؟ مفهوم سيدي. هاي النقطة اللي رح يلتقوا فيها إيفان والساعي. أتاش ومنصور تفقدوا المنطقة امبارح، وبظن ما في أي تهديد مدني هنيك، مو هيك أتاش؟ إيه صحيح سيدي، هنيك في مخرجين جوات المستودع، ونحن منقدر نسكرهم بدون أي مشاكل. إذا حطينا هاي النقاط تحت المراقبة وقت الاشتباك، ما في تهديد بنوب. ممتاز. هلأ حسب تسجيلات حديث دراغان والساعي، عرفنا أنه إيفان هو أهم اسم بالنسبة إلنا. في شي تاني قدرنا نعرفه كمان، وهو انه دراغان احتمال كبير يسلم برنامج للساعي. هو اكيد ايفان هرب من السجن لحتى يجهز هذا البرنامج. ايه هيك بالضبط. ونحن مهمتنا انه نعرف شو في بهذا البرنامج. الساعي شو رح يساوي فيها ترى؟ اكيد في شيء مهم كتير ولازم نعرفه. الطريقه الوحيده لحتى نعرف انه نقدر ناخذ الشيء اللي بايد ايفان. الساعي مهم كتير سيدي؟ اولويتنا ايفان. شو ما كان اللي بإيده لازم ناخده قبل ما يوصل للساعي. يلا يا شباب جهزوا حالكم فورا، روحوا وجيبوا الشيء اللي مع إيفان وتعالوا. أمرك سيدي. يا شباب ما قلتوا لي لهلأ أنتوا شو رأيكم بالموضوع؟ أي موضوع يا أخي؟ الجزمز بيحطوا بقلبه بصل ولا ما بيحطوا له؟ عن جد؟ ليش بتصير الجزمز بدون بصل؟ مجاهد كأنه أنت ما إلك علاقة بالأكل أبدا؟ مجاهد صاير شي لعلك يا أخي؟
هي ما بينحط الله بصل بنوب. شو هي لحمة بعجين؟ لا أخي مو لحمة بعجين. هلا أنتو بدكن تعلموني على الجزمز؟ هاي فيها بيض وبندورة وبصل. صح ما بعرفها ولا أكلت منها ولا شفتها. يا شباب بعد شوي بيقلكن وبينحط الله كاتشب لهالسبب بلا ما نحكي عن الأكل هلا. إيه؟ هاي وصل الساعي. هلأ دور إيفان. ليكو إجا، حاولوا تعرفوا كم واحد هنن، ما بدنا أي غلطة أبدا. يا شباب بس يفوت إيفان على المستودع وقتها منفوت. تمام. وصلنا. عم يحكي على التليفون. الزلمة عم يهرب. لوين عم يروح الساعي؟ شو نعمل؟ لك الله يلعنكم، هدول عم يراقبونا. امشي من هون لشوف. يلا بسرعة. عرفوا انه هون وهرب. يلا مجاهد خلينا نلحقهم بسرعة. منصور شو وضع الطريق؟ سيدي هو مجبر انه يفوت من هذا الطريق، وبعدين ما في طريق قدامهم غير طريق كولاتي. وهذا الطريق فاضي لسه ما استخدموه. معناها منحاصرهم هنيك، منقطع الطريق ومناخد إيفان. في إشارة مرور قدامنا، هدول ما بيوقفوا ونحن ما رح نوقف. يلا مجاهد أسرع. وقف عند هالإشارة. هن ورانا إيفان، إذا وقفنا رح يمسكونا. قلت لك وقف. وقف على الإشارة يا أخي. شو عم بيساوي هاد؟ حبيبي شو عم تساوي هون؟ تعال. لا تخاف حبيبي تعال. شكله عم ينادي للولد. أتاش هذا مو علي؟ لك شو هالمصيبة هي؟ هذا الولد شو عم بيساوي هون؟ علي! أخي أتاش! يلا اتحرك بسرعة! خلينا نلحق ناخذ الولد. انا لامتى رح ضل ناطر لتمرقوني؟ الطريق مسكر، روح من الطريق الثاني. تركني. شو عم يصير هون؟ الطريق مسكر. لوين رايح هاد؟ قولوا له الطريق مسكر ما بيقدر يروح. راحوا على اليسار. يلا الحقهم. مجاهد أسرع شوي. لا تأكل هم أخي شفته. مجاهد خليك وراهن. يلا بسرعة. المشكلة إنه معهن ولد صغير. معك حق، ما بنقدر نقوص عليهن أو نعمل شي مشان الولد. الله يلعنهم. تركني. بعد عني أخي أتاش، ساعدني. هدول رح يضلوا يلحقونا يا إيفان، شو نعمل؟ أوصوا عليهم. نفوا راسكم لتحت.
الله يلعنكم. ما بنقدر نقوص عليهم لأنه في معهم ولد صغير. اصحكم حدا يقوص على السيارة. انتبهوا يا شباب، نزلوا راسكم. انبطحوا. إذا ضلوا هيك رح ننصاب كلياتنا. مو مشكلة، خليك عم تلحقهم، رح نلاقي شي حل. دور قبل أبوك. هدول ما رح يوقفوا، شو نعمل؟ رح حاول اكسر عليهم. مجاهد، بدك تكسر عليهم، ما في حل تاني بنوب. انتبهوا منيح يا شباب. شو عم يساووا هدول؟ لا ترفعوا راسكم لفوق، انتبهوا منيح يا شباب. هنن أربعة، كل واحد منكم يستلم واحد. يلي على اليمين لإلي، ويلي على اليسار لإلي. عندي وينو إيفان؟ إذا تحركتوا خطوة واحدة رح أقتل الولد. أخي أتاش تعدني بترجاك. علي اصحك، لا تخاف، أنا جنبك هون، ما رح يقدر يأذيك. إذا تركتوني ما رح يصير شي، وإلا أنا مضطر أقتل الولد. شش، اهدى شوي إيفان، اصحك تعمل شي للولد. نزلوا سلاحكم بسرعة. ترك الولد بالأول. ليك، أنا قلت لحدا يقرب. بس قربت خطوة تانية رح أقتل الولد. أنا عم حذركم. ها أخي أتاش. لا تخاف حبيبي، أنت منيح؟ خفت كتير أخي. لا تخاف، أنا جنبك حبيبي، ما حدا رح يقدر يأذيك. أنت شو اللي طالعك من الميتام؟ رحت لجيب أغراض من المحل. تمام، اصحك تطلع مرة تانية، ماشي؟ اصحك اصحك. مين هدول يا أخي؟ هدول ناس سيئين، لا تفكر فيهم، لا تطلع لهنيك، خلينا نروح على السيارة. يلا حبيبي. لقيته، مو صاير له شيء. كانت مهمة صعبة كتير يا شباب، وانتو نجحتوا فيها كمان، يعطيكم العافية جميعا، أنا بهنيكم. شكراً سيدي. بدي أسألك سيدي، شو طلع بالهارد اللي كان مع إيفان؟ ما نبين لهلا. داريا خانم والفريق التقني عم يهتموا بالقصة. الحقيقة هن شفروا البرنامج وما قدرنا نعرف شو في بقلبه، بس أكيد رح نعرف. هاي المهمة انتهت، رح تبلشوا بمهمة جديدة فوراً يا شباب. اليوم الصبح وصلت لإيلام معلومات سرية ومهمة كتير. إيلام رح تخبرنا إياها. خلونا نروح على غرفة الاجتماع بسرعة. اقعدوا يا شباب.
ركزوا معي. هلا اجانا من أنقرة مهمة جديدة وسرية ومهمة كثير مشانكم. إيلام رح تخبركم بالتفاصيل. ايه، وصلتنا معلومة من الاستخبارات انه في منظمة إرهابية عم تخطط لعملية كبيرة، مو بس وحدة، رح يكون في كذا عملية جوات البلد وبراته كمان. واليوم وصلتنا قائمة بأسماء 12 شخص من المنظمة، هن اللي رح ينفذوا العمليات. لحد اليوم هن اللي عم يهاجموا ونحن عم ندافع. بس بكفي بقى، الموضوع ما نو سهل أبدا، وأنقرة مهتمة فيه كتير. وهلأ اتفرجوا على هدول الأشخاص. اتفرجوا على وجوههم كتير منيح، احفظوا شكلهم ولا تنسوا أبدا. هدول ال 12 شخص هن بقمة طاقم المنظمة الإرهابية. طبعا هاي المهمة رح تكون صعبة كتير عليكم، لأنه هن من أخطر وأقوى الإرهابيين اللي واجهناهم. طبعا هدول الأشخاص عم تتم حمايتهم وإدارتهم من قبل منظمات استخباراتية، هي عم تدعمهم. وبدي إياكم تعرفوا منيح إنه هني ما نون سهلين أبدا ومتدربين على كل أنواع القتال وما بينمسكوا بسهولة. وأنتم مهمتكم هلا إنه تلاقوا هدول 12 شخص. وين ما كانوا متخبايين بدكم تلاقوهم، يعني لو كانوا بالكهف أو كانوا تحت سابع أرض كمان. مهمتكم انكم تمسكوهم واحد ورا الثاني. دم شهدائنا ما راح يروح هدر ابدا، مشان امان شعبنا وشرف علمنا كمان. هلا كلياتكم بدكم تعطوني وعد بانكم راح تمسكوا هدول الاشخاص كلياتهم. وعدوني انكم راح تمسكوهم لو كلف هالشي حياتكم. وعدوني. نوتك سيدي. وعدوني. نوتك سيدي. الله يكون معكم. شكرا.